استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لرئيس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك صباح اليوم بقصر القضبية. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قد حققت الكثير على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والحقوقية والتنموية، وهذه الإنجازات عززت من مكانتها ورسختها دوليا كنموذج متقدم في التنمية. وأكد سموهما استمرار الحكومة وحرصها على تبني المبادرات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في المسار التنموي ينعكس بشكل إيجابي على الواقع الخدمي الذي يرتقي بالوضع المعيشي للمواطن باعتباره جوهر التنمية وأساسها.